مساء الخير، اهلا بيكم. انا اميره ودي حلقه جديده من توقعات 2020 للتارو. النهارده هنتكلم عن برج الاسد. الاسد نتكلم عن صفاته شويه، وطبعا كلنا عارفينها، قيادي بحت، ما فيش كلمه بتتقال بعديه، هي كلمته الاولى والاخيره. ما تخشش مع الاسد في جدال او في اي مناقشه، لان هتطلع في الاخر خسران. انفعالي، طبعا انفعالاته بتكون شديده جدا، غضب وحش قوي. ما تحاولش ابدا انت تستفز اسد. تعال نشوف التارو بيقول ايه للاسد في 2020. الاسد، في خساره جايه لك يا اسد. نتمنى ان الخساره تكون خساره ماديه تتعوض بسرعه. في هنا علاقه بتتقيم في مرحله تقييم دلوقتي، وبتقيمها بعقلك بس، نحي قلبك تماما، وبتفكر فيها بتمعن وبحذر شديد جدا. بس ده ناتج عن خبرات سابقه انت اتعلمت منها، فابتديت انك انت تاخد بالك. في عندي هنا كارت العدل، ده بينم عن قله العدل، بمعنى انك انت يا اما ظلمت حد او اسأت الحكم على حد. ممكن يكون حاجه تانية خالص، انك عندك في ورق حكومي بتعمله دلوقتي وان شاء الله بيمشي. الحاله الماديه عندك يا اسد بتتطور بس ببطء، ببطء شديد. حاول انك انت تحوش، حاول انك انت تخلي بالك من صرفك كويس، اصرف في المهم بس. الحاله الماديه عندك بتتطور بالراحه شويه. طبعا الكارت ده لازم يطلع لكل اسد، الملك، كينج اوف سوردز، بيؤمر، بس هو بيؤمر، عارف انا اللي بقول وانتوا بتنفذوا. قيادي بحت، لا يقبل النقاش. في عمليه تحول شديد يا اسد في حياتك، تحول قوي قوي قوي، وظهور شمس جديده، في ولاده شمس جديده عندك. وموت لشيء، موت لشيء، ممكن يكون موت لمعتقد، لفكره، حاجه انت كنت متعود عليها او عارف انها جواك، بس هيحل محلها شيء تاني. يمكن هتمر او تكون مريت في 2019 بفتره فيها هنا شويه مشاكل وتقلبات، والوضع مش مستقر، بس شكلك رايح لبر امان. شايفين المايه مستقره ازاي، رايح لحاجه اكثر هدوء. الكارت ده كمان بيوحي ان عندك مسؤوليات يا اسد، في ناس انت مسؤوله منك، انت المفروض تعدي بيهم لبر الامان، وان شاء الله هتعدي. نايت اوف وانز ده تغيير لبيت، ممكن تكون هتغير بيت او في سفر، تغيير لبلد كامل. ان شاء الله ربنا يوعدك، لو دي حاجه من خططك ان شاء الله ربنا يوعدك، وباذن الله يحصل السفر ده. ذا هايربنت ده ليه ثلاث معاني، اما انك انت هتبتدي تتوجه نحو الدين، تتدين، تعمل عبادات اكتر، او انك بتمر بموقف صعب، هتمر بموقف صعب هيتطلب منك قوه شديده جدا جدا جدا، او حاجه ثالثه زواج. انا اعتقد ان هو توجه نحو الدين. قرايه حلوه برضو للاسد، ويا رب يبعت لكم كل خير. اشوفكم الفيديو الجاي.